يوم النهارده تمام، ان هنكمل بدايه الفيرست سيشن اللي هي السيرجن ابروتش انا باي ميكانكس، وبعدين خدنا الكلينيكال ديمنشن. كلمني بوينتس في المحاضره ديت ان احنا بنتكلم على الكلينيكال بتاع كل ابروتش، البوزيشن بتاع العيان ابروتش، الفيرس بتاعته عامله ازاي، والهازرز اللي احنا بناخد بالنا منها في كل ابروتش. احنا زي ما الدكتور محللها ان انا عامل القلب ده زي المربع، ده في باب انتبهني، في باب كوروني، في باب تنويم، في باب تشويه. انا الاهميه بتاعتي ان انا عارف يعني داخل اعمل ايه، تمام؟ سيف يعني انا مش مهم بالنسبه لي ان انا اتراح ان انا اسبب الكس، ومش مهتم بالسوفت تشو ليجمنتس والكلاب ليجمنتس اللي موجوده عندي. يعني انا ما اسببش مثلا اتقدم سبب التراكم كويس قوي، وانا اقعد على الكلاب ليجمنتس او اقعد على الهيموتوما. حاجة تاخد منها بالخاف منها عشان فيها شوية مشاكل في النيرو باسكولار سيس. فدايما أهم حاجة إن احنا يبقى في سيف واحنا شغالين. الهيمو زي ما قلنا في السيو أبروش، في اللاترال أبروش، في الميديال أبروش، وفي الأنتيريور أبروش. هنتكلم على السيو أبروش في الأول، عندنا الترايسبس بريكنج والترايسبس بريكنج والبرمستيومي أند باراتراسيبتال أبروش. البراين مود أبروش اللي أنا بعمل ان انا باخد كل الترايسبس دي انكونس ازاحها لاترال، تمام؟ زي ما اتعلمنا ان احنا اي حاجه بنخاف منها في الاول لازم نعملها اكسلريشن. هتفتح سكيل سبتيشن البونس بتاعتنا ان احنا نبتدي 8 سم فوق البريل بروسس، هنمشي على اللور اند بتاع الترايسبس والسن في الابر بارت اوف الارض، هنرفع الكلام ده كله، هنعمل اكسلريشن للارض بيرد، ونرفع كل الفلات ديت مهم ان احنا نبص على الكتف اللي هو الاند بتاع الجيمرس والابر بارت بتاع الارض. السكشن زي ما احنا قلنا كده هنبتدي في الارض اللي هو نعلقه، وبعدين نبتدي نشوف اللي يرفع الميديال هيد اوف الترايسبس مع الابر بارت بتاع الريتيرن الانكونيوس في الابر بارت اوف الريتيرن بروسس اوف ذا ارض. بعد كده بعد ما بنعمل البروسيدر اللي احنا عملناها بنعمل ايه؟ اتاتشن تاني للترايسبس والانكونيوس في الابر بارت بتاع الترايسبس. سبيكنج ابروش زي ما كنا معظمنا اشتغلناه برضه نفس الابروش نفس الستبس برضه نعمل اكسبلوريشن للاول دي الاول نيرف نعمل اكسبلوريشن للاول نيرف، وبعد كده بنعمل ترايسبس سبيكنج بيرفع الترايسبس كلها من فوق. ايه الابروش ده؟ زي ما قلت لحضرتك الكلاس ما تقدرش تطلع فوق قوي عشان الرينج نيرف بيبقى معدي يعني اب 7 سم من اللاتر كولايدر. في عندنا البروتين السكري ده احنا بنعمل ورش بناء ده بنستخدمه لما عندنا كوميون انتر اكيوت بلاكشن، بحيث بنعمل البروتين السكري ان انا بفضل اعمل سيبوليشن للابر بارت لغايه لما اشوف البير اريا بتاع الارض نيومرال ارتكوليشن، باخد فيه الاوستيوم بتاعي ببتدي الاول بالسكريتنج شو، وبعد كده اخر اثنين بيرن بعملهم بالسكريتوم عشان خاطر ما اعملش شيء من الارض، بعدين بريفليكت الابر بارت بتاعي بيبقى قدامي بالنسبه للنيومرال ارتكوليشن واضح قوي اقدر استفيده عن الدبل بيرن او الفيبر الميثود بتاع الفيكسيشن بتاعي. الكلوجر بتاعي برضه بقفله من يعني في كذا طريقه، انا يا اما اعمل اوبتنشن باني تمام، يا اما ممكن اعمله من بليت اوبتن، او ممكن اعمله في كميونيتي ستون ست نقط تخلص عشان اعمل كومبريشن على السايد. في اربع ابروتش تاني اللي هو الباراتراسيكتال ابروتش. الباراتراسيكتال ابروتش ده انا بحافظ فيه على الانتجريتي بتاع الترايسبس الترايسبس ماسل، ان انا بسلك ان عندي الميديال هيلث اوف ذا ترايسبس مع الميديال هيلث اوف ماسل سيستم واللاترال البارت بتاعها مع اللاتر ديبت ماسكر سيركل مع اللاتر ديبت وتحت الوايت اند بويز، وبقدر احرك الترايسبس يمين وشمال. ما بعملش انجري للترايسبس او الاكستنشن ميكانيزم بتاع الترايسبس. بالنسبه لنا احنا بالنسبه للاترال ابروتش اللي موجود عندنا نوعين اللي هو الكوفر والكافلر. عندنا البوزيشن بتاع العيال عامل ينام في السباين بوزيشن بيرفع دي 90 درجه تمام، بيعمل بروجيشن على قد ما اقدر عشان تحافظ على خلي السيو بتاع الاسس نيرف
بعيد عن الفيلم بتاعي على قد ما اقدر. الابروتش بتاعي ان انا ببتدي انتيريور تو ذا لفل ايه كومباين ات ذا سنتر ات ذا ليفل اوف ذا ايليان هيد. ده هنا الابروتش بتاعي انا ببتدي بفتح من اول هنا اللي عندي اللي كومباين بنزل تحت 6 سم لغايه 6 سم بروسس. هنا دي الانكونيوس ماسل وهنا الاكسسيف باي انرس ماسل وهنا الديسيجن بتاعي افتحه تمام. لان اهم حاجه في البوينت بتاعي ان انا دايما قدامي ابقى قدام عند الكونتر بتاع الفيديو ار الفيديو ار توين عشان احافظ على الانتيرور باند بتاع الليفل كلها ليفل ما عملهاش. في الكابلن ابروتش. الكابلن ابروتش ده بقى يعني برضه بيشتغل على رينج هيد بس ده عيبه ده انا ما بقدرش اشتغل على الليفل كلها ليفل عشان خاطر السكشن بتاعي ما بقدرش اجيبه كله تمام. هنا بشتغل ما بين الاكستنسور ديجيتال كوميونس وبشتغل ما بين الاكستنسور كابايلا بيرس بعمل السكشن وبشتغل مني على الريد النت. الهازرز اللي عندي هنا ان انا البوسيبل ده اسس ده لازم اعمل له اعمل كونيشن عشان خاطر بعيد عن ال بتاع المجر اللاتر كولاتر اللاتر اللي بتبقى موجود في البيرفين الكابل تخرج عشان ما يبقاش ما بقاش ما بعرفش اعمل تحليل كان فين الكوبر اخرج. في عندنا لاتر كولاتر اخرج ده اخرج بنستخدمه في حالات لما بيبقى فيه كونتستنسيف كونتراكشن للقلب بنعمل ريليز انتيريور اوستيريور كبسول وبنعمل اكسجين للاوستيوفايز ثرو ذا لاتر ابروتش. السكين انسيجن بتاعنا زيه زي الكوكب بس انا بطلع فوق تمام وبسلك اللاتر انتر ماسكولار سيستم تمام وبزيح كل لو انا عايز سيت السيري لو في باسكس من ورا تمام وبزيح الباكيالس قدام وبحط دول عشان اهم حاجه في هنا لازم اخلي بالنا ان ما يبقاش كويس يعني احط الالر ليرت في الناحيه الثانيه في الناحيه عشان خاطر ما نعملوش. الميديا ابروتش بالنسبه لنا الماتش كده الميديا كورنر ابروتش فور تراكشن سيشن. الميديا ابروتش عندنا بشوف الميديا اللي كومبايل بشوف الكورنر بروسس المعامل اللي هي سوباين بيرفع بيعمل اكسترنال روتيشن وين ابراكشن 90 درجه تمام. بعمل الانسيجن بتاعي الميديا انت ماستر سيتر من الفايل الون وذ ميديا سيتر كورنر ريتش البراكيال فاش انسايد لازم اخلي بالي من الانتيريور عشان ما يحصلش بعد كده في ايروما. تمام بعد كده بعمل بشوف الفليكس جروب سبليت في ليبي اف ديسك الاسبيكت في دي كيرف دي ذا بوستير اسبيكت اوف ذا فيس اوف ذا باي انالز دي هو ده الايدج بتاعي بتاع الميديا كولاتر ليمنت الكيرف ده بتاع الميديا كولاتر ليمنت ما حصلوش. في عندنا الميديا كورنال ابروتش ده الدفراكشر فيكسيشن ده برضه نفس الابروتش بس انا بنزل بالدين تو ريمز فوق الفيس اوف ذا باي انالز عشان يعني عشان اقدر اوصل بسهوله للكورنال بروسس وما اعملش انجري للميديا كلها. هنا الانتير ابروتش اللي قلبه ده ابروتش احنا بنستخدمه في الحالات الماسكلر انجري لو عيان مثلا عنده سوبر سبايلر سوبر سبايلر فراكشر لو عيان مثلا عنده ماس عنده تيومر عنده بول بول تمام. دايما بخلي بالي من الحاجه اللي بخاف منها بعمل عيني هنا البرتيني هنا في ريجيال نيرف ببتدي هنا في الابر ببتدي ينزل وانزل على الكيس ودايما اخد بيرف عشان ما يحصلش فيه الجونس وبعدين بنزل لاترالي تمام عشان هنا بيبقى طالع الاول بيرف الفيرا بعيد عني. بس بعد كده بخلي بالي من الميديا واللاتر الانتي ميديا والنيرف وبعد كده الانتي الرابر ماسك الانتي ميديا والنيرف لو تكلمت الماسك الكبير الماسك الكبير يسبق بعدين بشيل الباسيستا بتاع الجونس بلاقي تحت بالفيديو الارضي وبتقسم بقى الانجل والارضر والموست فيديو الاستراكشر من الفيديو اللي بعد كده بنشتغل هنا بنخش على الفورس بتاع الفورس الفورس في الفيديو ديالس بدلي والكيميكال في سبيكن بعمل سوبر سوبايشن بعد كده بشيل السوبايات المصري من على الجوبر على الجوينت بشوف بقى وات ايفر بروسيدر انا ايه الكومسج لازم احنا نزيد بس كلام الموضوع اللي احنا عايزينه تمام ونستشعر كده لازم تبقى موجوده لازم تبقى موجوده في الكاميرا. شكرا.